السلام عليكم. كلامي الان للصحافه اللي يقولوا احنا وطنيين، كلامي الان للصحافه اللي يتقاتلوا في المواقع ويقول لك احنا نمبر 1، صاحب الحصريات، صاحب الاخبار الرسميه. ولكن قضيه مثل قضيه تجريس اللاعبين ساكتين عليها، انا نقول بانه ما عندكمش ضمير مهني صراحه. اي صحفي ما تناولش قضيه تجنيس اللاعبين الجزائريين من طرف قطر، نقول له بانه ما عندكش ضمير مهني، ويعني وانت يعني تخدم لمصالح ناس على حساب الوطن وعلى حساب الكره الجزائريه. الولاء ان تحكم للاشخاص وليس للجزائر، هذا امر واضح جدا، لانكم ساكتين عن هذه القضيه واللي عندكم كل خباياها وكل تفاصيلها. وعلاش خاوتنا في المغرب تكلموا عليها وفضحوها وانتم ساكتين؟ اكيد هذا امر غير مقبول. كيفاش تفهموني انه لائم مثل القداري يروح الى قطر؟ اكيد فيه اغراءات، ومن وراء هذا الاغراءات هم ناس ابناء الجلده تاعهم جزائريين مغاربه اللي راهم يعني يجيبوا في هذو اللاعبين ويقنعوهم باش يروحوا الى قطر باش يجنسوهم ويصنعوا بهم منتخب. تقول لي اللاعب حر، نعم اللاعب حر، لكن لما يكون خائن من هذا الوطن هو اللي يجيبهم، هنا يكون امر اخر، هنا يكون كلام اخر. لانه اللاعب حر اكيد يلعب مع قطر، يلعب مع الماريكان، يلعب مع فرنسا، ربي سهل عليه. لكن لما يكون جزائري ويقول انا جزائري ويتغنى بالوطنيه الجزائريه ويعمل في شبكه تروح تجيب هذو اللاعبين وتغير مشوارهم وتغير طريقهم الى قطر، انا نقول لا، هنا ما راهيش حريه اختيار، وانما هناك دناءه وهناك يعني تآمر على المنتخب الوطني، لانه اولادنا ومن حقنا اننا نستفيد منهم. ليكون في علمكم، قداري كان مع المنتخب الوطني وطردوه، قداري كنا قادرين نستدعيه وهو ما استدعيناش، استدعينا لاعبين يلعبوا في الدوري السعودي في انديه صغيره في الدوري القطري، لاعبين ما يلعبوش اصلا، لاعبين كانوا من دون انديه نستدعوهم ونجيبوهم مباراه وديه وكبار في السن، في حين قداري ما نجيبوش. لماذا؟ باش يروح القطر. السلام عليكم.